علي، لأي مدى فيلم سينمائي ممكن يكون بارقة أمل ويكون يردد اسم هذا البلد بشكل إيجابي في محافل كتيرة جدا ويذكر بما يحدث؟ أنا بشوف السينما ممكن تغير العالم، يعني في الوقت اللي كل القنوات الإخبارية العالمية، كل القنوات الإخبارية العالمية بتتكلم على اللي بيحصل وعلى الضحايا في المنطقة كأرقام وإحصائيات، بيجي أرزا بيوقفنا عند شخص ونشوف حدوته ونعرف اللي بيحصل في البلد دي، في هناك أرزا وفي هناك كنان، فبيخلي الموضوع أدمي أكتر تاني، مش بس أرقام إحصائيات. وده اللي شايفينه بيحصل دلوقتي كل مكان، اما عرضنا في امريكا، في الصين، في كندا، في اي مكان، الناس بتقف عند الست دي ويفهموا ان الارقام دي فيها ستات من دي. فالسينما ليها دور مهم، الفيلم ليه دور مهم، افلام عملناها وافلام اتعملت حوالينا غيرت قوانين وغيرت سلوك شعبي. يعني فيلم الكباتن الزعتري ده كان من اكتر الافلام اللي بتعبر عن اللي انت بتقوله ده. انا عندي خبر حلو عن عن عن, عن الولدين اللي كانوا في كباتن الزعتري. إيه؟ هما بقوا مدربين بشكل رسمي في الفيفا. لا والله العظيم. وبقوا خبر عظيم. اغلب الاندية اللي في العالم بدأت تروح سكاوت هناك في المخيمات، واتجوزوا البنات اللي بيحبوها، وفوزي يخلف ويعني هي السينما ممكن تغير العالم. على فكره الناس اللي بتهتم بالمزيكا وبالاغاني بتاعت اللي بتعمل الافلام وبيعملها حلو جدا، يعني كباتن الزعتري اغنيه ويجز اللي عملها واللي ما تعرفوش انا علي كمان انت اللي اخرجت اغنيه اوفيشال ميوزك فيديو لكاس العالم. لكاس العالم اللي غناها ويجز اللي كان اسمها عز العرب، اللي كان في الدوحة. انت اللي اخرجتها؟ ايوه يا راجل. مشروع يعني شفيق يا راجل. انا طب ايه ده، ازاي فاتت علينا دي؟ او يمكن افتكرنا تشابه اسماء احنا ما تخيلناش انه انت. هم الناس عارفينه كمنتج، عارفوش كمخرج. لا عارفينه كمخرج في فيلم، بس ما جاش في دماغنا ان انت اللي عامل فيديو كليب. بس هو جه فجأة، يعني فجأة لقيتهم بيكلمونا عاوزين نعمل حاجة بالعربي، فكلمت في نفس المكالمة دخلت ويجز وعاصم وعملنا الاتفاق وعملناها بسرعة جدا. وهو ده شوية من اهدافنا، اللي نطلع زي أرزة، نقول للعالم بره دي الست العربية بقوتها، مش شكل الصورة النمطية اللي بتقلكوا، ده مزكتنا وده كاس عالم بتاعنا عشان كان عندنا فرض اللغة. فرض اللغة كمان، فنوريهم الحاجات دي هوية. ويجز يعني أبدع. يعني كانت أغنية الحقيقة كانت جون.